العشرة 23 دقيقة نرجو معكم من جديد بزوم 73 وأخبار الساحل باش تكون المحطة الأولانية في سوسة تحديدا باش نحكيو على بوحسينة. أخبار الساحل في زوم 73. حريق البارح بعمارة في بوحسينة، يندلع الحريق هذايا شنية أسباب الحريق، كيفاش صارت الحادثة هذايا، باش ناخذوا شهادات أعيان للناس اللي كانت حاضرة والناس اللي تسكن بحذا العمارة هذه. معنا مدام ألفة، صباح الخير ومرحبا. صباح الخير. عسلامة، مرحبا بيك على نجمة فيم، أهلا وسهلا. يعيشك مدام. أنت كنت حاضرة البارح وقت الحريق هكا ولا؟ نسكن في العمارة. أنا تسكن في العمارة، شنو اللي صار بالضبط؟ خلينا نفهموا معاك هالاندلاع هذايا متاع الحريق، عرفتوش شنية الأسباب، كيفاش صارت الحادثة؟ حتى ما هو واضح. أنا نسكن في السابع طاق. إيه؟ إحنا قاعدين نتعشى وطلعوا لنا الأولاد، خرجونا من الدار، قالوا لنا راهي العمارة قاعدة تحرق. كي هبطنا على الدروج، ما وصلنا احنا من الثالث طاق والدنيا كحلة. يا لطيف. معناها ما وصلنا احنا هبطنا، ما كنا نجمو نهبطوا للسوسال من غير ما نهبطوا للريتشوسي. هي الدروج الدنيا كحلة. الحريقة وين كانت موجودة؟ فانا طاق بالضبط؟ في السوسال في الموندو. فهمت؟ احنا السوسال في موانزان وموندو. داكوغ. في الموندو. والكراهب اللي تحرقوا كراهب روبوست. أنا إن شاء الله ربي قدر الخير وربي ظهر الحق إن شاء الله. ما فهميش خسائر بشرية الحمد لله، ما تضر حتى حد يذهلية. لا شوية مونك دوكسيجين وبركة وماذا ما عاد شيء. ما بيت كل لباس شوية. فما زوز كراهب هكا اللي شالت فيهم النار تحرقت؟ أربعة كراهب. الحماية في قديش تقريبا وقت جيت اتصلتوا بالحماية انتوما سكين ولا الناس اللي من برا؟ لا العساس وثم شخون من العمارة، هو هابط ويعرف ماشي يصلي، هو يشم ريحة الدخان. وديبي اسمع التكتيك يتخيل الضوء. جاي ثبت الضوء يلقاه لابس عليه، يلقى الاسانسير يمشي. ثبت هكا يلقى الدنيا دخان من اللوطة. فهمت. بداو هكا يحبوا يطفيه وكلموا الحماية. تدخل كان بسرعة معناها في وقت قصير ولا في معناها استنيتوا شوية؟ يتسمى وقت قصير، هو في زميزة. الى حد الان ما تعرفوش من الاسباب. مش تدخل على الاول الحمايه. داكوغ. ما نجمتش تهبط لوطه. اي على الاول قالت مشوار باش نجمت تدخل من الدروج ومن الريسبسيون. ما عرفتوش الى حد الان شنو هي الاسباب، هل بفعلي فاعل شعلت وحدها؟ يعلم ربي تو مازال ما سمع حتى شيء. يعلم ربي. مفهوم. يا سما حاجه تظهر. حالتكم انتوما مدام سكان العماره، نتصور راكم مازلتوا تروماتيزي؟ مازلتوا؟ انا واحده من الناس، بنتي صارت لها كريز، قامت طاحت في بلاصتها بالنار وبالدخان. لطف. ربي يستر. ان شاء الله ربي يستر، وان شاء الله بذاك حد البيس. احنا هذا شنو نقول لكم؟ شكرا ليك مدام على التدخل اليوم، تحيه كبيره برشا ليك، ونتمنوا الشفي بيان سور للناس اللي تفجعت، خاطر فجعه كبيره برشا. تصور انسان يكون في دار ويتعشى ولا قاعد ما نعرفش شنو، ويسمع يقولوا له اهبط راهي حريقه ولا العماره الكل شعلت فيها النار. تحيه كبيره برشا لعوان الحمايه المدنيه في التدخل ديما سريع ريم، الحقيقه اللي قاعده تقوم بانجازات احقاقا للحق. الحمايه المدنيه واعوان الحمايه المدنيه نشكرهم برشا ديما في المناسبات هذه. عندك ما تقول؟ البارح في تصريح العميد جلول جبله معنا في نجمه فهم، كان قال انه التدخل كان سريع على خاطر كان فما قريب معناتها المقر نتاعهم، وكانوا يعطيهم الصحه. حتى من بعديك شفنا تصاور للاعوان بعد الحريق، يعطيهم الصحه في المجهودات اللي قاموا بها وسرعه انه نجموا يسيطروا، على خاطر انت تعرف يلدز في سوسول معناتها اكثر اكيد من اربع سيارات باش يكونوا موجودين. دونك الحمد لله انه الخسائر كانت طفيفه، العدد الكبير نتاع السيارات اللي كان موجود ما وصلوا طوش النيران، يعطيهم الصحة. إن شاء الله كل شيء باللطف، احنا هذي اللي نتمنوه. العشرة وثمانية وعشرين دقيقة بعد شوية موجز الأخبار، خليكم معنا في زوم، واصلين معكم أخبارنا حتى يش نص نهار. مرحبا بالناس الكل.